انخفاض مستوى السكر بالدم، نعم. انخفاض مستوى الحديد والهيموجلوبين بالدم اللي هي الانيميا يعني، نعم. انخفاض ضغط الدم، نعم. بس خلي بالك انه انخفاض الضغط ده الدم ده مش مرض، دي حاله بتيجي للبنات في سن صغير، بس ممكن تيجي كجزء من مضاعفات لامراض ثانيه، فيحصل هبوط في ضغط الدم وهبوط بالدوره الدمويه مما يؤدي الى الدوخه. اضطرابات الاذن الداخليه، نعم. وخلي بال حضرتك هي الاذن الداخليه اللي ممكن اضطراباتها تعمل دوخه مش الاذن الوسطى، لان للاسف الشديد في دكاتره بيقولوا انها الاذن الوسطى، غلط مش مظبوط. الدوخه بالدوار بيحصل نتيجه اضطرابات الاذن الداخليه مش الاذن الوسطى. بعض حالات التوتر والقلق، نعم. احيانا مع صداع نصفي الشديد، نعم. دوار الحركة او السفر، نعم. حالات الجفاف الشديد مع ارتفاع درجة الحرارة، نعم. بعض الامراض التي تصيب الجهاز العصبي وقصور الدورة الدموية للمخ، نعم. كمان اضطرابات او فشل في عضلة القلب، نعم. نتيجة استخدام بعض الادوية يعني كعرض جانبي للدواء، ايوه في بعض الادوية ممكن استخدامها يؤدي الى الدوخة، نعم.